يمكن اعاميها مش اكتر من كده، هتحس ان هي لسه مقفوله. افتحها بسنه المايه الباقيه دي، بص قدامك اهو سنه المايه الباقيه، تبدا تفتح العجينه بتاعتك. يبقى عايري ووزني نص كميه الدقيق ميه مع سنه ملح مع معلقه زيت نعامها. خطواتك كده كلها قدامه، علي عليها عشان تخدميها. وانا بعمل العجينه وبخدمها كده، محتاجه سقساء ميه تاني اجيب لها سقساء ميه تاني. خدي بالك من التركات دي، كل الخطوات كده قدام. محتاجه سقساء ميه تاني، اديها سقساء ميه تخدميها. تعالى نعمل حشو السبانخ بالجبنه الروكيتا. بعمل معلقتين زيت، احط لهم بصلايه، معلقتين زيت وبصلايه، خطواتك كده قدامك اهو. وهنا كمان هعمل حشو اللحمه العصاج، معلقتين زيت يدحوا عندي. يا ام محمود صباح الفل. يا ام محمود كل سنه وانت طيبه. صباح الفل يا حبيبي، نهارك قشطه يا غاليه. تسلم عينيك. صباح الفل يا غاليه. والله لا كل سنه وانت طيب. وحضرتك يا ام محمود طيبه وكل مشاهدينا طيبين يا هاني. تسلم ايديك على كل اللي بتقدمه لنا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. طيب النبي عايز ابعت اهداء لابن بنتي نجح في الاعداديه. اسمه ايه؟ اسمه زياد. يا زياد احلى تحيه واحلى تهنئه من تيتا ومن برنامج اكلات وتكاتش حاسه. محمود ابني كل سنه وانت طيب، وربنا يخلي لك ولادك واحنا كل ربنا يخلي ربنا يخليك ليهم ويخليهم ليك يا فندم. صباح الفل يا غاليه. زي ما انت شايف كده العجينه نص مفتوحه ونص مقفوله عشان اقطعها بكل التفاصيل والحركات والتكات. هبدا اعمل ايه يا عم حسن؟ اخد عجينتي دي واروح جايه فردها، وانا البصل هنا بدبله للسبانخ، والبصل ده بدبله للحمة العصار. خدي بالك من التفاصيل كده قدام يا جمال، هنا وهنا اروح جاية واخد العجينة دي يا ياسر اهي زي ما انت شايف كده قدامك، واخد العجينة بتاعتك واروح جاية لفها كده واخدمها كده عشان اقطع منها قايرات واسيبها تستريح نص ساعة. هقطع منها قايرات كلها متساويه كده زي ما انت شايف، واسيبها مستريحه نص ساعه. وانا بعمل حشو السبانخ وحشو واحده واحده كده مع بعض. خدها بقى كده لفها رول وحطها على الطبق بتاعك، هنغطيها بكيس بلاستيك. خطواتك كده كلها قدامك اهو، لفها رول. التكنيك في الجلاش البلدي والناشف ايه؟ اللي هو الطري والناشف ايه؟ هو هو، بس احنا هنشمع للطري، واول ما نشمعه اروح مطلعها هغطيها بكيس بلاستيك او بفوطه مبلوله واحده واحده كده مع بعض. اعمل مكان للنص اللي بقيتهم واغطيها واسيبها تستريح نص ساعه. تمام، اغطي اهو واسيبها تستريح نص ساعه في المطبخ في الثلاجه زي ما انت شايف. البصل بقى شفاف للسبانخ وللحمه، احط السبانخ بتاعتي وادخلها مع البصلايه. يا ده يا تريكاتك. اما اللحمه العصاج، التوميه معلقه توم مهروس، واحط لها كوبايتين لحمه مفرومه. يا استاذه منال صباح الفل. صباح النور والسمر حنه والريحان على عيونك يا شيف حسن، انت ونانسي والاستاذ ياسر، وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك، ويا رب دايما 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 موجوده على قناه الحياه. بقول لك ايه، طمنيني انت فين انت والحاجه من زمان؟ والله انا كنت في امتحانات لسه مخلصه الخميس، اما الحاجه متخيطه جنبي. صباح الفل وكل سنه وانتم طيبين انت ولا. ألف سلامة عليها، ألف سلامة عليها. فيها إيه؟ أهي معاك إيه؟ داني. السلام عليكم. صبركاتي يا غالية، ألف سلامة عليك يا غالية. الله يسلمك من كل شر يا رب. صباح الفل يا غالية، صباح الفل وألف ألف ألف سلامة. ادعي لي يا شيف حسن، ادعي لي يا شيف حسن، اللي الباب اتقفل على عقلة الصبع الصغير وطارت بحالها. ألف ألف سلامة يا حجة، ألف ألف سلامة. ربنا يطمنا عليك يا غالية. صباح الفل. حطيت اللحمة وبعد كده معلقتين صلصة وطبق مية مبشورة وشوية ملح، شوية فلفل، شوية بهار، شوية جوزة الطيب، شوية سبايسي عشان أدلع. وإيه تاني يا عم حسن؟
واروح جايبه سقساء ميه عشان التبخير، واحده واحده كده سقساء ميه صغير عشان التبخير للحمه العصار، واقلبهم في بعض يا السور. يبقى انا كده عملت اول حشو باللحمه العصاج، تاني حشو بالسبانخ بعد ما السبانخ خدت ودت مع البصلية كده ياسر، اديها جبنه كده واديها ملح وفلفل وبهار وشويه شطه اختياري، وادخل كل ده مع بعض. يبقى تحتاري وتختاري، عندك سبانخ، عندك لحمه، عندك جبنه مشكله، والعجينه بتستريح. تعالى اما نعمل الجبنه المشكله يا ياسر. الجبنه المشكله عباره عن ايه عندي؟ تعالى كده شوف. عندي شويه جبنه رومي ابشرهم، شويه جبنه موتزاريلا مبشورين، شويه جبنه امنتال مبشوره، شويه جبنه شيدر مبشوره. يا استاذه انتصار صباح الفل، كل سنه وحضرتك طيبه. صباح الخير يا شيف حسن. صباح الفل. سنة وانت طيب وبصحة وبعافية. وحضرتك يا فندي طيبة. أنا هسألك سؤال وإهداء بقى معلش. اتفضلي يا هاني. أنا عايزة أعمل أرنب في الفرن، أعمله إزاي؟ وببعت إهداء لجيراني وإخواتي ولاد خالاتي ولاد خلاني وكل جمهورية مصر العربية وعلى رأسهم الرئيس السيسي. صباحك قشطة وكل سنة وانت طيبة، وهجاوب لك اللي أنت عايزاه من عندي قبل العندي. العجينة بعد ما استريحت نص ساعة، تعال شوف التريك. بص العجينة اهي، اروح حطها جوه النشا قدامك. العجينة اللي انا هعملها قدامك، احطها جوه النشا كده، تفاصيلك كده كلها قدامك. بطنها من هنا نشا ومن هنا نشا، خطواتك كده كلها قدامك اهو، النشا كده ونشا كده. وبعد كده يا عم حسن اجيب شوربة لحمة واجيب لبن واجيب سمنة بلدي، شوربة لحمة مركزة عشان اعمل بيها الصواني كلها عندك، كل تفاصيلك كده عندك. هاخد شويه يا جمالك. وادي العجينه اللي اعمل منها الرقاق الطري والرقاق الناشف، وافرد كده على الرخامه بتاعتي نشا. خدي بالك من التفاصيل اهو، واحده واحده كده نشا يا حسن. اه نشا، مش دقيق مش دقيق. وتعالى اهو النشابه بتاعتك، خدها طولي كده اهو، وتاكد ان فيها نشا من فوق ونشا من تحت كده اهو، مره واتنين، وافردي. وفرنك على درجه حراره 200. اللحمه العصاج جاهزه على النار بتقصر، والسبانخ بالجبنه الروكيتا بتقصر، وفي نفس الوقت عندي مجموعه الجبن. اهم حاجه مجهزه لها شوربه لحمه مركزه، وبعد كده هدي هطعمها سمنه وطعمها لبن. خدي بالك من التركه دي كلها قدام، زي ما انت يا جمالك قدامك شوربه مركزه شوربه لحمه، وزي ما انت شايف كده مفرد لازم يكون تحتها نشا وفوقها نشا، وتفرديها بسمك. ايه يا حسن؟ بسمك ورقه الزبده قدامك اهو، نشابه كده يا حسن، نشابه افردي طولي، نشابه رفيعه موجوده في محلات بيع الادوات المنزليه، موجوده كل حاجه موجوده، مفيش حاجه مش موجوده. تعالى خدها كده اهو يا ياسر، الفها كده على النشابه، واروح على الفرن بتاعي السخن. الفرق بين السخن الناشف ايه يا حسن والبارد ايه؟ تعالى افردي. لو عايزاها طريه، بص لو عايزاها رقاق طري يا دوبك تبصميها كده، تبصميها بس كده اهو، بصي كده عندك طري قدامك اهو، طري. بس اهم حاجه تغطيه بسرعه بكيس بلاستيك قدامك، طري عشان الرطوبه بفوطه، او كيس بلاستيك عشان الرطوبه. السم طب انا عايزها ناشف يا حسن، تعالى اما نشوف هنعملها ناشف ازاي. عندك اهو بطنيها مره واتنين بنشا، وبعد كده بجيب النشابه بتاعتي وافرد، وعندي حشواتي السبانخ جاهزه. اول حشو عندي جاهز اهو السبانخ، لحمه العصاج بتاعتي، تعالى يا سور. ادي كمان اللحمه العصاج، احتاري واختاري، قدامك التفاصيل اهو يا جمالك. احتاري واختاري، تعملي سبانخ، تعملي لحمه عصاج، تعملي جبنه مشكله زي ما انت عايز. الرقاق تعمليه حلو، الرقاق ده الطري يتعمل حلو والناشف يتعمل حلو.
والشوربه بتاعتنا قدامك، التفاصيل اهو قدامك. افردي خطواتك كده، اهم حاجه نشا فوق ونشا تحت كويس كميه عشان تمشي معاكي ملبن قدامك اهو. بعد ما فردتيها طولي كده تروحي جايه قلبها كده، وتاكدي بس اهو يا ياسر، اتاكدي ان تحتها نشا. افردي ما تستعجليش، افردي تبقى زي ورقه الزبده. حسن اه زبقه، اه زي ورقه الزبده. قطعت معاكي ما يهمكيش، ده عجينه. تعالى لفها كده اهو يا ياسر، وادي فرني على درجه حراره 200. دي عشان اعملها ناشفه يا حسن، اعمل ايه؟ اسيبها ازيد من وقتها عشان تتحمص، واكون مراعيه عشان تطلع بيضه. زي ما انت شايف كده الطري قدامك، لازم اغطيه عشان يبقى طري كده. بص قدامك اهو طري تفاصيله، يا دوبك شمعته، تقدري تشمعيه على طاسه على عين البوتاجاز قدامك اهو زي ما انت شايف، وتغطيه عشان ما ياخدش رطوبه الجو وينشف. ودي هسيبها ضعف الوقت بتاع ده، وانا مجهزه دلوقتي الشوربه، هطعمها سمنه وهطعمها لبن، وفي نفس الوقت ادي الرقاق بتاعي، وعندي صوانيه احشي بجبنه مشكله او بسبارخ بجبنه روكيتا، او تقدري تعملي لحمه على الصاج. بنقول لك عيدك عندنا مش في اي حته تانيه، انتظروني. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد، والأفراح بتنادي جاية لنا في الميعاد. العيد السنة دي، العيد السنة دي أحلى كل الأعياد، والأفراح بتنادي جاية لنا في الميعاد. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمال لمهرجان عيدك عندنا مش في أي حتة تانية. العيد بيحب الأكل وبيحب الشرب وبيحب الرقاق وبيحب كمان الذبح، وبيحب كمان تعملوا كل التفاصيل في الإيه، في الذبيحة بتاعتك. النهارده كرمنا مع بعض نعمل رقاق ناشف ورقاق طري، وعرفنا التريكة، نفس العجينة ونفس المقادير، بس الاختلاف في طريقة السوى. تسوي ده يا دوب نص دقيقة على الوش ده، تشمعيه أو على طاسة سخنة على عين البوتاجاز، أهم حاجة تغطيه بفوطة تكون مبلولة مية أو كيس بلاستيك. وبعد كده الناشف تسيبيه خالص لحد ما ينشف كده زي ما انت شايف قدامك اهو. شفت السمك بتاعه قدامك بتفاصيلك يا تركاتك، ماشي. اما الطري يا دوبك نشمعه ونطلعه. اكون مجهزه شوربه، شوربه لحمه بتغلي كده يا ياسر، تمام. اطعمها بمعلقتين سمنه بلدي تاني، معلقتين سمنه بلدي، وادوب السمنه فيها كده خطواتك كده، واطعمها بكوبايه لبن. كوبايه لبن يبقى شوربه اللحمه المركزه سمنه ولبن. وايه تاني يا حسن؟ في الاثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 00 17 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم. لو زودت مفتاح فتح مصر. عملت لحمه على الصاج، عملت جبنه مشكله، عملت سبانخ بجبنه روكيت، حشوات مختلفة، شوربة جاهزة قدامك التفاصيل اهو. عندك الصواني بتاعتك اللي هنعمل فيها، خطواتك كده، صوانيك اللي هنعمل فيها، كل تفاصيلك قدامك. اجيب الصينية واتفقنا مع بعض تعملي بيها حلو برضو رقاق باللبن او رقاق طري زي ما انت عايز. سمنة سايحة ألمع بيها الصينية بتاعتي، خطواتك كده كلها قدامك. ونضعها امسحي بيها الجناب والقاع بتاعتها في كل حته اهو، معلقه سمنه. عندك الشوربه بتاعتك تكون سخنه بتغلي، سخنه بتغلي. اللي طعمتها ايه يا حسن؟ طعمتها سمنه ولبن. اشوف عندي الرقاق اللي انا دخلته، اقلبه زي ما انت شايفه كده يا تفاصيله. ده خلاص اوكي اهو، ده خلاص اوكي يا سور، قدام اهو. التاني اتقلب اهو، والتاني اوكي ياخد الرطوبه. قدامك اهو يا جمال يا تفاصيلك. تعالى يا سور نشوف هنعمل ايه. امسكه كده يا ياسر اهو، واسقيه بكبشه
بكبش اهو. شوربه تكون بتغلي مطعمها سمنه بلدي ومطعمها ايه لبن. واروح جاي حطها هنا اهو ومسقسقه شويه شوربه على الحروف كده. خطواتك كده كلها قدام يا جمال. تمام. وبعد كده اهو هسقي هسقي شوربه بتغلي يا جمالك. شوربه فيها سمنه وفيها لبن واسقي. تمام. وتعالى اهو حط كده واضغط المكبس واروح جايه بص مسقسقه كده على الحروف عشان اسقيه. ماشي. هعمل ثلاث طبقات اربع طبقات حسب ما انت عايز، حسب كمان الصينيه. هقدر اعمله في صاج هعمله لك في صاج، كل اللي انت عايزاه هعمله لك. تعمليه في صينيه تعمليه في صاج زي ما انت عايز، اهم حاجه اسقي وطريه خالص عشان يمسك في اللي جواه. قدامك اهو يا جماله. وادي ده كمان اهو. استاذه ميرنا. الو. كل سنه وانت طيبه حبايبنا في قنا كلهم. عامل ايه يا شيف حسن؟ صباح الفل يا غاليه. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا غاليه. بنصب عليك من هنا. صباح الرضا وصباح الامل والعمل وكل سنه وانتم طيبين جميعا. صباح الفل يا غالي. بص اهو اتكبستوا اسقسقوا شوربه مركزه فيها سمنه وفيها لبن. اتاكد كده اهو الاربع طبقات مسكوا ببعض. واهم حاجه الشوربه دي. عندي بقى سبانخ. اول حاجه سبانخ بالجبنه روكيتا يا جماله. زي ما انت شايف كده التفاصيل. حط حشوتك وزعيها كل تفاصيلك كده قدامك اهو. وزعيها وزعيها كده زي ما انت شايف. خلي الطبقه كلها قد بعض. سبانخ بالجبنه روكيتا دي جميله قوي هتعجبك قوي. ودلعي عيالك بكره في الوقفه او خلال ايام العيد زي ما انت عايز. عملت لك الرقاق الطري والناشف وطلعت لك منه قبل كده حلو ناشف باللبن. ونفس الطريقه اهو يا ياسر. اجيب عندي اهو شوربه تكون بتغلي كده هنزلها كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده من هنا وهنا. واروح جايه ساقياها واروح جايه واخده الطبقه الثانيه واضغط عليها كده يا ياسر. بص التفاصيل قدامك اهو. تعالى برضو اغطس دي كده كده اهو. واول ما دابت كده اروح جايبها كده اهو يا السور واكبس. الاقيها عايزه سقساق شوربه قال جيب لها سقساق شوربه على طول. تقلقيش كل تفاصيلك كده قدامك. وبعد كده اكبسيهم عشان كله يبقى ماسك في بعضه. اهم حاجه زودي الشوربه المركزه بتاعتك دي. نفس الطريقه اهو. لف في لف في لف في لف في لف في اهو. استاذ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج جمال يا غالي. كل سنة وحضرتك طيب يا شيف السعادة يا شيف حسن واحد بس. صباح الفل يا حاج جمال يا غالي. دلوقتي أنا عندي يا شيف حسن ده كرومي عايز أدخله الفرن ولا أعمل له صدمة. كم كيلو كم كيلو يا حاج؟ 8 كيلو. 8 كيلو أهو. أهم حاجة تعمله ده فرصة تحله من التجميد في التلاجة. حطه في صينية كبيرة وغطيه بكيس بلاستيك وسيبه ليلة في التلاجة. بعد كده طلعه ادعكه بره وجوه ملح خشن فلفل خشن دقيق خل. وادعكه مرة واثنين وثلاثة وأربعة ونقعه في محلول ملحي ميه فيها تلج فيها عصير ليمون فيها خل فيها ملح خشن عشان اي زفاره. وبعد كده تنشفه. بعد كده بتعمل له ميه بصل وميه طماطم وشويه ملح وشويه فلفل وشويه بهار وتتبله بيه. وبعد كده مجموعه البقيه جرني بصل وجزر وكرات وكرفس ورقلاور وحبان وملح وفلفل. عندك برتقان بلدي قطع. عندك تفاح اخضر قطع. وبعد كده حط صينيه فيها بوكيه جرنيه برده اللي هو حشينا بيه البصل والجزر والكرات والكرفس والقلاورو. وبعد كده على الشوايه تدي له صدمه عشان نخلي لحمه من جوه طري ناعم ما يكونش متفل. او على صاج كبير على البوتاجاز تدي له صدمه. فرنك على درجه حراره 180 تدخله مقفول عليه الالومنيوم فويل على درجه حراره 180 لمده 3 ساعات. بعد 3 ساعات بتشيل منه الالومنيوم فويل وتسيبه نص ساعه كمان. بتحط فيه سكينه في صدره طلع بكل سهوله بدون سائل بستوى. وفي الورك طلع بكل سهوله بستوى. وتاخد الناتج التسويه بتاعه. بص يا السور اضغط عليها كده. بص اهو وسقسق شوربه هي الشوربه الاساس. تحت امرك يا حاج جمال. كل سنه وحضرتك طيب. سقسق شوربتك رقاق يعني شوربه هو الاساس. شوربه بتاعتها الشوربه الاساس. دوري صينيتك كده ودلعيها. تعالى اما اجيب اخر واحده عشان ايه
بنفس الطريقة اهو، لفيفي 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 لفيفي، تاخد الشوربة المركزة اللي بتجري وتكون سخنة كده، عشان أول ما تحطي ده كده يتكبس مع ده. وتسيب المكبس بتاعك وقفلي عليه من الجناب كلها عشان تقطعيها خرط. حطوا له كمان كبشة، خد بالك اهو، عطشان الناشف ده عطشان، قدامك اهو تفاصيله. هتعملي بنفس الطريقة اللحمة العساج والجبنة، نفس الكلام، ترى أربع طبقات تحت وأربع طبقات فوق، ودلعي العيال. اتاكد بقى من التقفيه دي بصوابعي كده، وبعد كده اعمل بالمكبس. اجيب سكينه، خد بالك بقى من التركات اهو، واقطعي على اربعه يعني اربع تربع، وبعد كده الربع على اتنين. صينيتك على درجه حراره 180، اهم حاجه تظبطي حروفك كده. انا شايف اني محتاجه كمان سقساء شوربه بتغلي كده، عشان هو اللي هتخليها تورق معاك الشوربه اللي فيها السمنه وفيها اللبن. يا تفاصيلك يا سور. فرن على درجه حراره 200. تعالى يا ياسر نشوف هنعمل في اول واحده ايه. فرن على درجه حراره 200. تعالى يا دلعه يا ابو السيد يا غالي. يا تفاصيله يا حاج حسين، كل سنه وانت طيب يا غالي. السلام عليكم عم حسن. عليكم السلام عم حسن، ملك اللحوم وملك الحلويات كلها. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، ووصف البرنامج بخير وصحه وسلامه، وصوتك وكل العاملين مع حضرتك عم حسن. انت وحشنا يا غالي، وحشنا حاج حسين. انت اكتر، ابقى تعالى ادينا عم حسن، نورنا. سلمنا على حبايبنا كلهم في اسوان والنوبه، وكل حبايبنا في ابلي يا حاج حسين. كلهم بيسلموا عليك، وكل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله باذن الله كده، ما نحرمش من مواصيلك ابدا كده. كل سنه وحضرتك طيب يا حاج. امين يا رب العالمين يا رب. صباح الفل يا حاج حسين يا غالي. قلبي قلبي الرقاق بتاعك في الشوربه بتاعتك المركزه على ما تستوي اللي انا عملتها بالسبانخ، ونزلي ده كده. وانت بتنزلي كده هتلاقيه لسه ناشفه كده، سقساقي عليها شوربه. احنا دهنين سمنه تحت، هتطلع معاك بكل سهوله. تفاصيلك كده عندك، وبعد كده اجيب الثاني. تعملي ثلاث طبقات، تعملي اربع طبقات فوق وتحت زي ما انت عايزه، كل الشيء مباح ليكي. اعملي، عيالك بيحبوا الرقاق كتير حطي زودي، ما بيحبوش كتير عايزين الحشو في نفس الوقت. اهو تلاقيها واقفه كده، تروحي جايه جايبه السقساء اهو، وسقساء، وتروحي جايه ضغطه بالشكل ده كده، اضغطي عليهم يبداوا يمسكوا في بعض، عشان نعمل لك بكذا حشوه. تحتاري وتختاري، تقدري تعملي بالكاستر، تقدري تعمليه حلو بالمهلبيه زي ما انت عايزه، او بالمكسرات. نفس الطريقه اهو، حطيك بسي كده وسقسقي شوربه تاني عشان تكبسيها مع بعض. تعملي بالسبانخ، بالجبنه الروكيتا، تعملي بجبن، او تعملي باللحمه العصاج زي ما انت عايز. اهم حاجه تضغطي كده يمسكوا ببعض، وطولي بالك خالص. كل ما يبرد عايز تاني شوربه، لان اللي هيخليه يورق ايه يا ياسر؟ الشوربه. اللي هيخليه يورق الشوربه. فاضغطي كده على حروفك، بص عليك يا دلعه، وانت معايا كده يا ياسر، سقسق كده تاني شوربه. روح الرقاق الشوربه المركزه اللي انت مطعماها سمنه ومطعماها لبن. طب لو طعمتها كريمه، لو عندك كريمه حط كريمه، كريمه طبخ يا حسن. اه كريمه طبخ اهو. واروح جايبه لها سقسق تاني، وبايديكي كده ثبتي، تمام كده. تعال اما اجيب اللحمه العصاج او الجبنه، ميكس تشيز اهي. الميكس تشيز عندك اهو، اكبسه كده عشان يمسك في بعضه الحشو. واروح جاي عامله ايه يا ياسر؟ مسقساه على الحشو شويه شوربه عشان اثبت فيه اللي هتيجي بعده. خد بالك اهو، شوربه اهو يا حسن. وبعد كده بقلب، تمام، واروح جايبها اهو وضغط عليها. واروح ايه عم محمد، صباح الفل يا غالي. صباحك فل عم الشيف. صباح الفل وحبايبنا المنايفه كلهم.
كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا عم محمد يا غالي. يعود عليك بخير وعلى اولادك وعلى الاسره كلها. امين امين يا رب العالمين علينا جميعا. صباح الفل يا حاج محمد يا غالي، نهارك قشطه يا غالي. اعملي ثلاث طبقات اربع طبقات وبعد كده الحشو زي ما انت عايز، اهم حاجه سقسقي شوربه كتير. اهم حاجه في الموضوع ده الشوربه، وتبقى مركزه شوربه لحمه مركزه وطعاميها سمنه وطعاميها فريش كريم او لبن. عندك فريش كريم يا جماله؟ هتدي جراتان معاك وانت معايا كده اهو. اروح جاي مسقسقه وكبسه عشان اعمل شويه رقاق صح الصح، واكبسي كده بايديك بالمكبس زي ما انت عايزه، بس تكوني حريصه عشان الشوربه بتغلي. يا استاذه تغريد صباح الفل. الخير، ازيك يا شيخ حسن؟ صباح الفل يا هانم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا استاذه تغريد، نهارك قشطه. نهارك فل يا شيخ حسن. تحت حضرتك كنت عايز اسال على بسكوتة الايس كريم. بقى التوليب، التوليب خمس حاجات. بسكوتة التوليب خمس حاجات. زبده وسكر بودره وبيض ولبن ودقيق وسنه ملح وسنه فانيليا. يعني هتحط كوبايه من خمس حاجات دي، الزبده والسكر والبيض والدقيق مع بعض وسنه لبن وشويه فانيليا وشويه كورن، تعكيهم مع بعض وعندك صاج افرديه على صاج فوق درجه حرارتك 250 يا دوبك تلون، طلعيها لفيها وسيبها للرطوبه. تعالى زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل. اخر واحده اهو عشان اجمعها. واحده واحده كده مع بعض. عملت لك عجينه الرقاق الطري وعجينه الرقاق الناشف، وحشيت لك باللحمه وحشيت لك بالجبنه المشكله وباللحمه وبالسبانخ بالجبنه الروكيتا زي ما انت عايز. اهم حاجه حطها كده واضغط عليها كده بايديك. تعالى بص يا ياسر الاول، اروح جاي مسقسقه كده الشوربه اللي بتغلي. اهم حاجه عندي الشوربه في الرقاق، وباكد 100 مليون مره الشوربه هي الاساس. قفلي الجناب بتاعتك كويس وتاكدي ان كله شارب. اكبسي كده اهو يا ياسر يا جمالك. وبعد ما كبست كده يا ياسر تعالى اسقسقها تاني. حاضر، صاج فاضي. بص الشوربه اهم حاجه اهو، سقسق. بص تعلى معاكي وتبقى زي الفل. تعالى اما ادخلها الفرن على درجه حراره 200 جنب اختها. عملت لك عجينه الرقاق الطري والناشف، والفرق بينها وبين الناشف ايه؟ ان الطري يا دوبك تشمعيه، يا دوبك ياخد نص دقيقه وتطلعيه تغطيه بفوطه، او الناشف سيبيه يستوي يتحمص وياخد بقى كريسبي. تجهزي بقى حشو سبانخ بالجبنه روكيتا، جبنه مشكله، لحمه على الصاج. اهم حاجه عندك شوربه لحمه مركزه، طعاميها سمنه او زبده، طعاميها لبن او كريمه. التركات والحركات لها ناسها، وما تنسيش ان عيدك عندنا مش في اي حته ثانيه، انتظروني. العيد السنه كل الأعياد والأفراح بتنادي جاية لنا في المعاد. العيد السنة دي كل الأعياد والأفراح بتنادي جاية لنا في المعاد. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمال لمهرجان عيدك عندنا مش في أي حتة تانية. وبكره وبعد 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 اذا احيانا ربنا معاكي في كل شيء يخص اللحمه ويخص الذبيحه من اي تو زد. انتظرونا كل يوم، اول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد لحد يوم الجمعه ان شاء الله اذا احيانا ربنا، نعمل لك مهرجان عيدك عندنا مش في اي حته ثانيه. النهارده عملنا ايه؟ عملنا الرقاق الناشف والرقاق الطري، نفس العجينه هي هي، دي نمره واحد جميع الاستعمالات، نص كميه الدقيق وميه، ذره ملح ومعلقه زيت عشان تنعم. عجنيها كويس واخدميها، وبعد كده قطعيها كويرات وريحيها نص ساعه، افرديها فوقها نشا وتحطيها نشا كتير، افرديها بالنشابه، فرنك على درجه حراره 200، الطري يا عم حسن يا دوبك تبصميه او على طاسه سخنه تبصميه وتغطيه فوطه مبلوله ميه، اما الناشف تسيبيه يبقى كريسبي، وبعد كده تعملي حشو بقى لحمه على الصاج، تعملي جبن مشكله، تعملي سبانخ بالجبنه روكيتا، اهم حاجه يبقى عندك شوربه مركزه شوربه لحمه، طعاميها سمنه بلدي، زبده طبيعي، اديها لبن، اديها فريش كريم، اهم حاجه اعملي اربع طبقات من تحت واربع طبقات من فوق وفوقهم وتحتهم الحشو، وبعد كده سقسقي شوربه كتير. تعالى يا ياسر نبص على الشوربه الكتير عملت ايه؟ تعالى بص كده عندي الشوربه الكتير عملت ايه؟ بص الشوربه الكتير عامله ازاي؟ بص سبونشي ازاي؟ الطار ده، بص الطري ده بسبب ايه الشوربه يا حسن؟
وتعالى عيش يا عم ياسر وعايش كل سادة مشاهدينا.
احتاري واختاري من بكره ان شاء الله اذا احيانا ربنا. انتظرونا في مهرجان من واحده لاثنين، عيدك عندنا مش في اي حته تانية، وان شاء الله تاني يوم العيد، وان شاء الله ثالث يوم العيد، وان شاء الله رابع يوم العيد، معاكي كل يوم على الحياه في ايام العيد واجازاتنا من واحده لاثنين. هتروحي فين؟ التريكات والحركات لا نسعى. ونشكر كل ساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، ونشكر كل طاقم الحياه، ونشكر طاقم الشيف حسن. بكره نشوفكم العيد عندنا مش في اي حته تانية، انتظروني.